يخيل للناظر أن هذا الجبل يتطاول فخراً على الجميع في منظر بديع وبأشكال مختلفة جميلة توحي إلى عظمة خالقه. بقي شامخاً وذات هيبة، وهو ملهم الشعراء ويزداد حسناً كلما لاح برق وهلت الأمطار. حين أحيطت يد الشاعر الأزدي بالأغلال الحديدية في القرن الأول الهجري، لم يؤرقه بعد الأصحاب والعشيرة، بل ناح حزناً لحرمانه من رؤية جبل شدا، ليشدو مولعاً بشدا، أرقت لبرق دونه شدواني، يمان وأهوى البرق كل يماني. هكذا بقي جبل شدا أيقونة للحب وبوصلة للعاشقين والمتيمين. جبل شدا شموخ العابرين من هنا ومن خلد ذكرياته هناك، حتى قيل بأنه يناجي كل ليلة الراحلين ويرحب بالقادمين. طبعا جبل شدا يكمن جماله في أولا في عمر التاريخ، فيعد حسب الدراسة الجيولوجية من طلايع التكوينات الجيولوجية في الأرض، وعمره قرابة 763 مليون سنة حسب هيئة المساحة الجيولوجية لجدة. هذا الجبل بعمره الكبير هذا جعله محط أنظار الكثير من السواح لارتياد هذا المكان والنظر في هذا الجمال وهذا العمق التاريخي له. هذا من ناحية الجيولوجية. من ناحية التاريخية، الكتابات الثمودية الموجودة والصور الموجودة في الكهوف تؤرخ لسكن الجبل منذ أكثر من 4000 سنة، لأن التاريخ الثمودي بهذا التاريخ تقريبا. يقف جبل شدا شامخا مختالا بين جبال تهامة قاطبة تعانق قمته السحاب، ويشكل جزءا من تراث الباحة وجمالها الطبيعي، وينقسم إلى جبل شدا الأعلى وجبل شدا الأسفل، ويقع الأعلى شمال غرب محافظة المخوات وبارتفاع قدره 1400 متر عن سطح البحر، وإلى الجنوب من هذا الجبل يقع جبل شدا الأسفل وهو أقل ارتفاعا. ويتميز الجبلين بعناصرهما الطبيعية ومغاراتهما العجيبة وكهوفهما الواسعة. ارتباط الإنسان الشدوي بأرضه ارتباط عجيب وعشق لا يوصف، فمعظم سكانه الذين رحلوا عنه عادوا إليه من جديد. خالد الربعي، الإخبارية، محافظة المخوات.